السلام عليكم، معكم فاتيتا. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي ندير لكم بريوش ونتمنى يعجبكم. مرحبا بكم معايا. في البريوش غنحتاجو نص زلافة ديال الزيت وزبدة مخلطين، نص زلافة ديال ما زهر، زلافة ديال الما دافي، 3 ديال البيضات ناقص صفار بيضة، زلافة ديال الفينو، نص زلافة ديال الحليب، 3 د المعالق د السنيدة، معلقة كبيرة ونص ديال الخميرة، النافع وحبة حلاوة مهرساهم شي شوي وش، 3 ديال المعالق د الجنجلان. انا عندي جنجلان قليل، درت غير 3 د المعالق، قبيصة ديال الملحة، 8 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة. غنبداو على بركة الله، غنديرو الزبدة والزيت ديالنا، غنديرو الماء زهر، غنديرو الماء دافي زلافة، غنديرو 3 د البيضات ناقص صفار بيضة، غنديرو الخميرة ديالنا، النافع وحبة حلاوة، غنديرو جنجلان، غنديرو قبيصة ديال الملحة، نديرو سنيدة، الحليب، وغنخلطو هاد المكونات كاملين اللي كنخلطوهم شوي بوش، كنزيدو عليهم الفينو، وكنزيدو عليهم 8 غرام ديال الخميرة الكيميائية وكنخلطوه. وكنحتاجو الفرص على حساب الخليط، كنزيدو شوية بشوية حتى كتجمع لينا العجينة ديالنا. غنجمعو العجينة ديالنا ومن بعد نعاودو نرجعو ليكم. ودابا ملي كنعجنو العجينة ديالنا كنخليوها ترتاح من بعد ما تخمر ونعاودو نرجعو. وكيف ما كتشوفوا حبايبي، دابا العجينه ديالي خمارت، غادي نبدا نقطعها. كريسات قد هكا ونديروهم في الطاوه ديالنا. كيف ما كتشوفوا غادي نستمر حتى نسالي ونعاود نرجع ليكم. ودابا فاش كنقرصوهم كنبرك عليهم شي شوي واش هكا، وكنخليهم كيرتاحوا حتى كيخمارو ونعاودو نرجعو ليكم. ودابا فاش كيخمارو كناخدو صفار بيضة كنديرو فيها معلقة ديال الخل وكندهن بيهم هكذا، وكندير شويه جنجلان من الفوق. غنستمر حتى نسالي كل شيء ونعاود نرجع لكم. ودابا ملي كنديروا ليه جنجلان وكندهنوه بالبيض غندخلوه الفران من مورا ما يطيب ونعاودو نرجعوا لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال القراشل ديالنا، كيجي ولداد. كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه، والى اللقاء في حلقه مقبله.